خاص اللعيب شوبير نائب لأبو ريدة عقب نجاحه في انتخابات اتحاد الكرة. عرفنا من مصادرنا أن الاتجاه داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة من بعض الأعضاء أن أحمد شوبير المرشح لعضوية الاتحاد بيكون النائب، وأن ده كان اتفاق مسبق قبل ترشح شوبير. وطبعاً إحنا عارفين أن المجلس من غير نائب لحد دلوقت بسبب رغبة أكتر من عضو في تولي المنصب، وده اللي دفع هاني أبو ريدة لتأجيل اختيار نائب له.